خليفة أنه ربط هذه المناسبات دائما بالطعام، فدائما نستحضر أن من بنى بيتا جديدا فله وكيرة، ومن رزق بمولود أو مولودة فيبقى عقيقة، ومن تزوج تسمى وليمة. هذه من السنن، من سنن الإسلام أن دائما يربط المناسبات الطيبة السعيدة بإيه؟ بالطعام. ولذلك كان من أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينة: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. مش هطول أكثر من كده، ولكن يعني نحن جميعا في سنة، سنة التجمع على طعام، والتجمع لمباركة أخونا الشيخ سعيد في مولده الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ذريته. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا الشيخ فهد الهلال. الله يبارك فيك. أنت عاوز تضحك بس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا يسعنا في هذا المقام أولاً نهنئ ونشكر جزاكم الله خيراً على هذه الدعوة الكريمة للشيخ سعيد وكل إخواننا في المطبخ الرائع بتاع مسجد اليونيون دائماً الذي يسعدونا أبو العدد وكل إخواننا بصراحة. يعني في الحقيقة في هذا المقام بعد التهنئة، وأنا نسأل الله جميعا بورك في الموهوب وشكرت الواهب ورزقت برها وبلغت أشدها إن شاء الله تعالى. وفي الحقيقة في هذا المقام حينما نرزق وترزق الجالية الإسلامية المولود أو المولودة، خير ما أود أن أذكر به يعني الرسالة الأسمى والأكبر والأهم لنا في هذه البلد، وهو تربية أبنائنا تربية سليمة. وأذكركم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: علموا ولا تعنفوا فإن المعلم خير من المعنف. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر يقول: من كان عنده صبي فليتصاب له، من كان عنده صبي فليتصاب له. يعني أكثر ما أود أن نتذاكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما نتذاكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أطار الآخرة وفي الدعوة إلى الله وفي قيام الليل وفي الصيام. نريد أن نسترجع هذه المعاني، فإن خير استثمار كما علمني في الأول يعني أول ما نزلت هذه البلد وكان لقائي مع أخونا فضيلة الشيخ أستاذ الشيخ محمد البني، وقال لي مقولة لا أنساها بيقول لي: بعد 17 سنة من وجودي في هذه البلد أيقنت أن أفضل استثمار في هذه البلد الاستثمار في الأبناء. فهذه رسالة قصيرة، وجزاكم الله خيرا، وأقول لكم بهذا واستغفر الله لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة الحمد لله ربنا يبارك فينا الشيخ سعيد. حقيقة لما يأتي المولود لواحد منا رزقكم الله الذرية الصالحة آمين يا رب العالمين، لما يأتي المولود يذكرنا بعظمة الأم والأب، ويذكرنا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لا إله إلا الله. فالولد الصالح أو الابنة الصالحة بيشفعوا عند الله ويكونوا إذا كانوا صالحين يدعوا لآبائهم بعد موتهم، وتصل الحسنات إلى الأب وإلى الأم. فاللهم ارزقنا الذرية الصالحة، ورب لنا أولادنا رب العالمين، وأدب لنا أولادنا على دينك دين الإسلام يا أرحم الراحمين. وبارك الله لك وبارك في الموضوع يا رب العالمين. بعد هنا نكون الحبيب الشيخ محمد محمود ثم الشيخ بني شمار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. نبارك عنا وصلنا وشفنا وجهنا الحبيب الشيخ سعيد، بورك في المغروب وشكرت الوالد ورزقت برها ورحمة الله ان شاء الله. وأوصي يعني من
من تلميذ لأستاذ أقول له وأذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربوا أولادكم على ثلاث خصال: حب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وقراءة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في سارة ويحفظها ويكرمها إن شاء الله ويطير عليها الشيخ سعيد وأمنا إن شاء الله بها ويبارك فيها وإخواتها جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل عشان الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبارك لأخي الحبيب فضيلة الشيخ سعيد على الموجودة. أسأل الله عز وجل أن ينبتها نبات الحسن. اللهم أنبتها نبات الحسن. اللهم بارك فيها. اللهم احفظها. اللهم اجعلها في الصالحات القانتات التائبات العابدات. اللهم اكرمها بفضلك يا رب العالمين. اللهم اضرب لها سهما في الصالحين المصلحين. اللهم انبتها نباتا حسنا. اللهم اكرمها بفضلك يا رب العالمين. اللهم اجعلها فتاه باره بابيها وامها. اللهم اجعلها من الابرار الانبياء. يا اخوه صلى الله عليه وسلم، اعظم سلاح لتربيه الاولاد هو الدعاء لهم. ادعوا لاولادكم بارك الله فيكم. طيب لو في اي شيخ كده وتاني ولا حاجه في حد نفسه يتكلم تاني، احنا معانا كلمه لمده 4 دقائق. الله يكرمك. معانا فرق دكتور حمود الصبر. دكتور حمود اخواني، يعني في شرط مسج بس مهم جدا. الدكتور حمود الصبر اخونا وامام وحبيب، عنده مشروع اللي هو الثوره الثقافيه العلميه اللي هو بيحب يتحرك فيها ان شاء الله رب العالمين. ممكن عربي كده شخصيا؟ عربي كده عربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اولا نحن نحتفل اليوم بساره، نجعلها تكون سارة وسعيدة باستمرار. وكمان سعيد، سعيد أبوها سعيد، شخص سعيد وهي سارة، وهي كان البيت هذا فيها سرور. نحن الآن نفرح ونحتفل بولادتها، وإن شاء الله نحتفل بختمها للقرآن الكريم إن شاء الله. قل آمين. آمين يا رب. وإن شاء الله نحتفل بزواجها، ونحتفل إن شاء الله بذريتها الصالحة في مشيئة الله عز وجل. كما أنها تزامن هذا المولود وصار ولدت بالثورة الثقافية والعلمية. ستأتي يوم من الدار متى ولد سارة سعيد، ولد سارة سعيد في العام الذي فيه الثورة الثقافية والعلمية. إن شاء الله صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل. إن شاء الله سارة سيأتي يوم من الأيام ويوم الدهر أنها تزامنت مع انبثاق الثورة الثقافية والعلمية. ماذا أقصد يا إخوة؟ أقصد يا إخوة نحن مسلمين، مسلمين جميعا، نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. والمسلم يتعبد الله تبارك وتعالى بتلاوة كتاب القرآن الكريم. القرآن نزل بالعربية، نزل القرآن باللغة العربية. كل واحد، كل مسلم، الباكستاني والماليزي والهندي والاندونيسي والتركي حتى المصري يتكلم العربية. حتى المصري. تمام. الكل يقرأ القرآن، بل هناك من الأعاجم غير العرب يقرأ القرآن ويحفظه عن ظهر قلب، لكنه لا يستطيع أن يتخاطب مع أخيه المسلم جاريا. أي ترجع هذا يفكره الآن في هذا المكان ما داعي. لو نحن بجدية واهتمام كما هو يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، يتحدث العربية ويتكلم العربية ولا يحتاج ترجمة. نحتاجش لما يحتاج ترجمة. أنا مسلم أقول لا إله إلا الله وأكتب كتاب الله. لا بد أن أتحدث مع أخي التركي والباكستاني والبنغلاديشي وغير ذلك والعربي كله. تمام. إذا هذا المشروع يا إخوة، أكلت أمام واحد شاب مهندس أمام لا أعرف الآن صورة بس، يقول أنا نفسي أتكلم عربية، أتكلم أدرس النحو قواعد اللغة العربية. أرتاح جدا هذا الشعور وهذا الاهتمام. أنا أتمنى هذا البرنامج يا إخوة ما يتعلق باليوث الشباب والأطفال الكبار. أما برنامج الصغار فيحتاج هذيك السول وأقول تعمل سنة السول.
أنا أناشد كل إخوان هنا في هذا اللقاء لله البروشور. أنا يعني هدف يا إخوان معانا 58 دولة إسلامية، 58 دولة إسلامية منها 22 دولة عربية. هناك لغات مختلفة وخلفيات مختلفة، ممكن تكون قاسم المشترك واللغة المشتركة للجميع. ما هي اللغة المشتركة للجميع؟ العربية للمسلمين. إذا 58 دولة ممكن تتحدث العربية وتخاطب العربية، ولكن تحتاج إلى جهد. فأرجو من جميع إخواني لهذه الليلة الطيبة المباركة مع أمة سارة والشيخ سعيد، ربنا يسعده إن شاء الله في الدنيا والآخرة، أن نساهم في هذا البرنامج نجعله ناجح إن شاء الله. أنا وأنت وجميع المسلمين جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا جميعا جزاكم الله خير، القبض لهم منكم إن شاء الله العظيم، والعقبة عندكم إن شاء الله، أصلها تقبل منكم بارك لكم إن شاء الله العظيم، ونودكم إلى بيوتكم سالمين وظالمين ومأجورين غير مزورين إن شاء الله العظيم. ربنا معنا وصل من سفر ربنا تعالى جميعا.